يعني هذا العمل ممكن نعتبره شاب صغير، يعني عم يودع الطفولة، عم يدخل مرحلة الشباب، أول سنة الشباب، يعني أول سنة الربيع له. بتصور إنه شخص عم يبحث عن وجود بذاته، يعني وفي شي نوع من في عيون مثلا على الشمال، مثلا في نظرة ناعسة، واليمين عين متيقظة أكتر، يعني شوف الخد تبعه والوجه كبير جدا لأنه الجينات تبعه نشطة، يعني بأول لحظات الربيع تبعه جينيا طبعا، يعني وراء قصة وراء شيء. صعب البحث القصة تبعه كاملة، يعني فبكتفي لهون.